المقاصد يعطيها الدكتور سالم زقلان صلى الله عليه وبارك فيه وفي علمه، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء المبارك في هذه الأكاديمية الإلكترونية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري النفع على يديها، وأن يكون نشر العلم النافع الذي يأتي بعده العمل الصالح في ميزان حسنات القائمين عليها. حديثي في هذه المحاضرة وفي المحاضرتين التاليتين إن شاء الله سيكون عن مقاصد الشريعة، أو مدخل إلى مقاصد الشريعة. الوقت لن يسعفنا كثيرا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يدرك كله لا يترك كله. سأتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة لهذا اليوم عن مسألتين: مسألة اصطلاح مقاصد الشريعة، والمسألة الثانية مدى حاجتنا إلى هذه المقاصد. هذان المحوران الرئيسيان اللذان سيدور عليهما الحديث في هذا اليوم إن شاء الله. والمحاضرة القادمة سيكون حديثنا إن شاء الله عن الشريعة بين التعبد والتعليل، والمحاضرة الأخيرة إن شاء الله سنتحدث عن مسألة المصلحة في جلبها والمفسدة في درئها. نبدأ حديثنا إن شاء الله عن مقاصد الشريعة في هذا المصطلح. هذا المصطلح المعروف به المقصد أو المقصود. المقصد أو المقصود هو ما تتعلق به النية، وإذا تعلقت النية بشيء اتجهت الإرادة إليه عند القول أو عند الفعل، لأنه لا تتجه إرادة شيء إلا بنية ومقصد من قبلها. ولذلك حتى العلماء عندما يتكلمون عن الصيغة مثلا اللي هي الإجاب والقبول، يقولون إن الصيغة هي اللفظ الدال على الرضا الداخلي. إذن هو الرضا والنية والمقصد دل عليه اللفظ. إذن مقاصد الشريعة على هذا، فهي إذن مقاصد الشارع فهي المعاني والآثار والنتائج التي يتعلق بها خطاب الشارع والتكليف الشرعي. إذن هي المعاني أو الآثار أو النتائج التي يتعلق بها خطاب الشارع والتكليف الشرعي للمكلفين والسعي إلى الوصول إلى هذا المقصد. الشريعة ابتداء تريد من المكلفين أن يسعوا إلى المقاصد، ويسعوا إلى ما توخت وهدفت إلى 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 إرادته من عبادات أو معاملات أو عقائد أو سلوك. كل هذه المقاصد يريد الشارع من المكلفين أن يتوخوها. هذا يجعلنا إذن أمام المقاصد، يعني أمام مصدرين للمقاصد: الشرع من جهة والمكلفون من جهة أخرى. الشرع هو الذي وضع هذه المقاصد وأراد من المكلفين أن يتبعوها، إذن المكلفون مع الشريعة هم يعني مصدر من مصادر هذا التقصيد، وإن كان يعني في النهاية يجمعهما المصب المقاصد، ويعني مقاصد الشرع يعني حيث مقاصد المكلف تجد مقاصد الشرع.
هذا الترابط وهذا التداخل بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلف يجعلنا يعني نتحدث عن كل مقصد بهذا. أما مقاصد الشارع فإننا سنتحدث فيه من جهتين، الجهة الأولى مقاصد الخطاب، والجهة الثانية هي مقاصد الأحكام. مقاصد الخطاب، ولا نعني بذلك الخطاب القديم، لأن عندنا مثلا عندما نتكلم عن خطاب الله تعالى المتعلق مثلا الحكم التكليفي، الأصوليين يقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، أو لنقل مثلا حتى الفقه مثلا في تعريفه، الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قالوا لماذا قلنا العلم ولم العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب ولم نقل المكتسبة؟ لأن الحكم قديم فغير مكتسب، وكذلك الخطاب قديم، الخطاب في أصله، لكن يعني النص الذي يعني لذلك النص تعلقه التعلق، هذا تعلق تنجيزي كما يقول عنه الأصوليون. والتعلق التنجيزي عندما نقول كما قلنا في تعريف الخطاب الله تعالى الأحكام التكليفية، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، خطاب الله تعالى المتعلق، إذا كان الخطاب قديم فإن له تعلقا بأفعال المكلفين تعلقا تنجيزيا حادثا، يعني لأن كل تعلق هو حادث، يعني عندما يتعلق بصلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، وهكذا رمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والصوم وغيرها من المأمورات، فهذه تعلقاتها تنجيزية. لكن ليس هذا مقصود خطابنا، هذا المقصود الذي أردت أن أشير عليه ليس هو الخطاب القديم الذي مقصود في مقاصد الخطاب، وإنما المقصود به مقاصد النص، النص الشرعي اللي هو قرآن، سنة، يعني مقصود هذا النص القرآني، مقصود هذا الحديث. إذن يجب علينا أولا أن ندرك أنه النص له مقصود، النص الشرعي له مقصود، هذا المقصود يعني هذا المقصود يعني عنده المعنى المتبادر للذهن الظاهر، هذا أولا، وعنده المعنى المقصود الذي هو يعرفه كما قال القرآن، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع، التبليغ والسامع قد يسمع هذا الكلام، سمعه هذا وهذا وهذا، لكن من الذي وعاه؟ الذي وعاه هو الذي أدرك المقاصد، ليتفقهوا في الدين أي ليفقه هذا 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 الخطاب ويدرك مقصده. كذلك في قول الله تعالى الذين يستنبطونه منهم، يعني أي أن جعل الآية جعل الشارع أن بعض الناس يدركون ما لا يدركه غيرهم فيستنبطونه من هذا الوحي، إما قرآن أو سنة. هذا التقصيد للخطاب الشرعي يحدد المقصود من خطاب بالخطاب. إذن لكن هناك اتجاهان لهذا التقصيد، اتجاه يقف عند ألفاظ النصوص وحرفيتها، اتجاهان في فهم الأحكام، اتجاه يقف عند نصوص الألفاظ وحرفيتها ويكتفي بما يعطيه ظاهر هذا النص فيعمل على ضوئه، واتجاه
يتحرى مقاصد الخطاب ومراميه. هذا الأمر ظهر لنا في قصة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة في حديث البخاري العصر وفي حديث مسلم الظهر. فبعض الصحابة صلى الظهر أو العصر في الطريق وداوموا المسير ووصلوا إلى بني قريظة، وبعضهم قال أمرنا ألا نصلي إلا في بني قريظة، فتركوا الصلاة في الطريق ولم يصلوا إلا عند وصولهم إلى بني قريظة، اتبعوا حرفية النص. طبعا ابن تيمية صوب فعل من صلوا في الطريق لأنهم تحروا المقاصد. النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نقول صوب وإنما معنى رشح، النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا ولم يعنف أحدا منهما. فإذا هذان الاتجاهان الفقهيان، اتجاه مراعاة المقاصد واتجاه النظر إلى ألفاظ النصوص وحرفيتها. مقاصد الأحكام أو مقاصد الخطاب، المقصود بهذا المعنى عندما نعرف مقاصد الخطاب أو مقاصد الشارع، يجب علينا أن نكون متوجهين ومتسلحين باللغة العربية ومسلمات الشرع والاعتماد على القواعد الأصولية والفقهية في تفسير النصوص الشرعية. لا نأتي بتقصيد يخالف هذه الأمور، لا يعني نلوي أعناق النصوص لغة أو بتفسيرها بغير القواعد التفسيرية التي نص عليها علماؤنا في أصول الفقه، ولا نخالف مسلمات الشريعة. ثم إن الأمر يعني في النهاية محسوم، فلا تقصيد إلا بدليل، لا يمكننا أن نقصد من عند أنفسنا كما يحصل الآن في الاضطرابات، التي اضطرابات بعض الناس الذين يتحدثون باسم المقاصد وفي النهاية هم أبعد الناس عن المقاصد لأنهم خرجوا عن قواعد المقاصد التي تحدث عنها علماء المقاصد. يعني لكن السؤال الذي نسأل به أنفسنا، ما هي الغايات التي يرمي الخطاب الشرعي إلى تحقيقها وإلى إيصال الناس إليها، وما هي الفوائد التي يحققها لنا العمل بمقتضى الحكم الشرعي أو بالعمل بمقاصد ذلك التشريع؟ لو أخذنا مثالا عمليا، قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم في سورة التوبة. ظاهر النص خذ من أموالهم صدقة، أولا هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب يأمره بأخذ الأموال من غير مقدار محدد، خذ من أموالهم صدقة. إذن لم يحدد المقدار، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالأخذ منهم على سبيل التصدق. هذا هو الخطاب على ظاهره، لكن مفهوم الخطاب ليس هكذا على ظاهره، وإنما المفهوم هو أن أموالا معينة بمقادير مخصوصة تسمى، يعني في هذه المقادير تسمى نصابا، فالأخذ بها وفق شروط وقيود، هذا هو الذي على سبيل الوجوب والإلزام في الأمر من قول الله تعالى خذ من أموالهم. فلا يأتي أحد ويجتزئ النصوص ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ونظرا إلى المقاصد فإننا يعني سنعمل بهذا بقول الله تعالى هذا، ويعني ونأخذ أموال الناس وتصادر الدولة أموالهم مثلا أو كذا، دون نظرا للمقاصد التي يدعي أنها مقاصد.
مخالفا تفسير في تفسير النصوص قواعد الأصول، ومخالفا في ذلك روح الشريعة ومسلمات الشريعة، وبعدم الأخذ بالشريعة بآياتها وبأحاديثها بمعناها الكامل. إذن هذا المعنى إذا أخذنا به كمقاصد إننا نفسد المقصد، ومقصد الخطاب هو أن نعمل بالشريعة كاملة، فنأخذ القدر المعلوم من النصاب المعلوم وندفعه إلى الناس المستحقين، هكذا أمر الله في شريعته. فإذا يعني هنا في هذه المقاصد، عندما نعرف في المقاصد الأحكام، نعرف أننا أمام ركنين في هذه الآية هما الأخذ والدفع. يعني الأخذ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الذي يؤخذ من أموالهم، هذا المال أضافه إليهم، لابد أن يكون مملوكا ملكا شرعيا إلى هؤلاء الناس، ويدفع إلى ذلك أو إلى أولئك الناس الذين هم أصناف مخصوصة في بمقادير مخصوصة، قد بينتها مثلا الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذا الأمر عندما نتأمله بنظرتها المقاصدية السليمة، تجيب هذه الأسئلة، تجيب على هذه الأسئلة، بخلاف ما لو نظرنا إليه بنظرة مقاصدية تنظر إلى الأمور بعين عوراء. هذا المستوى من المقاصد يسمى مقاصد الأحكام، يعني الأحكام الشرعية التي يقول عنها العلماء أو يسميها بعض العلماء مقاصد الشريعة. نأتي إلى تقسيم هذه المقاصد. مقاصد الشريعة بهذا المعنى الأخير الذي تكلمنا عنه لها أقسام، يمكن أن ننظر إليها في نطاق الشريعة كاملة، فنكون حينئذ أمام المجمل هذه المقاصد. طبعا نحن أمام مقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية. المقاصد العامة هي المقاصد التي تمت مراعاتها وثبتت إرادة تحقيقها على صعيد الشريعة كلها. يعني عندي مقاصد عامة في الشريعة كاملة، باستقراء الشريعة استقراء تاما لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكلام الله سبحانه وتعالى، بفهم الصحابة، بمعرفتهم بالشريعة وما قالوه لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالشريعة يعني كما دلت القرآن مثلا دلنا على السنة، السنة دلتنا مثلا على سنة الخلفاء الراشدين، دلتنا على الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلذلك الإجماع مبني على ما قبله من الكتاب والسنة، وحاجة الكتاب والسنة إلى الإجماع كحاجة الكتاب إلى السنة. هذه المقاصد العامة من مقاصد الشريعة التي يتحدث عنها العلماء ويسميها بالكليات الخمس، ألا وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. هذه الكليات الخمس التي تحدث عنها الإمام الشاطبي في الموافقات، طبعا يعني بعض العلماء زاد حفظ الحرية وكذا. الشيخ الريسوني وهو أحد أقطاب علم المقاصد، الشيخ أحمد الريسوني حفظه الله، قال هي إلى الثلاثة أقرب منها إلى الخمس، بحيث إنه قال هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، لأنه دمج العقل والنسل مع النفس، لأنه لا نفس بلا نسل
ولا نفس بلا عقل. وهذه وجهة نظر، لكن في النهاية الإنسان غير العاقل ألا نحفظ له نفسه؟ يعني حتى والإنسان مثل مجهول النسب ألا نحفظ له نفسه؟ فهذه وجهة نظر. يعني بعض العلماء زاد مثلا رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة، رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، العدل وإقامة القسط بين الناس كما في قول الله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ثم قال بعد ذلك: وأمرت لأعدل بينكم. فهذه الشريعة من مجمل مأموراتها أن يأتي الحاكم أو من ولي أي أمر يعني من أمور المسلمين على أي مستوى، ولو كان مثلا معلم يصحح لتلاميذه كراساته أو أي على أي مستوى من مستويات الولاية، فإنه مأمور بالعدل الذي أمره الله به. كذلك بعضهم أضاف إخراج المكلف من داعية الهوى، يعني مثل يعني سد الذرائع أو غيرها. هذا ما يعرف بالمقاصد العامة في الشريعة. المقاصد كذلك النوع الثاني ما يعرف بالمقاصد الخاصة. المقاصد الخاصة هي المتعلقة بمجالات خاصة من مجالات الشريعة، مقاصد أحكام الإرث في الشريعة، مقاصد المعاملات المالية، مقاصد الأحوال الشخصية أو الأسرة. فتجد أنه هو في مقاصد معينة تحدث الشارع عنها وألف فيها العلماء، مثلا في مقاصد المعاملات المالية ألف الشيخ عبد الله بن بي كتابا في ذلك وغيره وغيره. يعني هذه المقاصد الخاصة التي تدخل في يعني أبواب تشريعية مختلفة، كل باب تشريعي له مقاصده الخاصة لكنها منطلقة أساسا من المقاصد العامة التي تحدثنا عنها. طبعا أول من اعتنى بهذه المقاصد هو الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. فتناول مقاصد الشريعة في أحكام العائلة، تناول مقاصد الشارع في التصرفات المالية، تناول مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان اللي هو العمل والشغل وغيره، مقاصد القضاء والشهادة، مقاصد التبرعات، مقاصد العقوبات. هذه هي المقاصد الخاصة. إذن أخذنا مقاصد عامة ومقاصد خاصة. النوع الثالث من مقاصد الشريعة المقاصد الجزئية. المقصود بالمقاصد الجزئية هي يعني مقاصد كل حكم على وجه الخصوص، أو كل جزء على حدته، يعني من أحكام الشريعة. عندنا أحكام الشريعة الخمس، أحكام التكليفية: الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. هذه الأحكام التكليفية الخمس أو الأحكام الوضعية اللي هي الشرطية والمانعية والسببية لها مقاصد. فمثلا يعني مثل واحد يأتي مثلا يقول الصداق يعني ركن من أركان النكاح، ما مقصديته؟ الشهادة الولي، شهادة العدلين، الشهادة هذا شرط من شروط النكاح، ما المقاصد الموجودة في هذا؟ فتتبع هذه الأمور هي مقاصد جزئية. فالإدراك الصحيح والكامل لمقاصد الشريعة لا يكون إلا بالبحث عنها والنظر في هذه الأقسام الثلاثة، الأقسام اللي هو المقاصد العامة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية. ولا يمكن إدراكنا في الشريعة، ولا يمكن إدراكنا لمقاصد الشريعة الحقة
إلا بالنظر في الشريعة بشمولية، لأننا عندما ننظر إلى الشريعة بنظرة ضيقة أو نخشى أن نكون أن نقع في قول الله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كذلك العمل بمقاصد الشريعة الإجمالية كاملة وعدم إهمال بعض النصوص يجعلنا في اجتهادنا في نصوص الشريعة لا نقع في التعارض والتضاد. الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، طبعا كلمة كثيرا لا مفهوم لها، وإنما هو نفى الاختلاف. فالله سبحانه وتعالى ينفي عن شريعته الاختلاف، ونحن عندما أذن الله لنا رحمة منه سبحانه أن نجتهد في شريعته فإنه أمرنا أن نجتهد في الشريعة وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لأن الحاكم هو الله، وأمرنا بأن نستخرج ونستنبط حكم الله في المسألة. والله سبحانه وتعالى شريعته تأبى الاختلاف، فإذا أعملنا بعض النصوص ونظرنا إليها بمقاصد جزئية وتركنا المقاصد الكلية فإننا نقع في الاختلاف، وهذا ليس من شريعة الله قطعا، لأن شريعة الله تأبى الاختلاف. إلى هنا أيها الأحباب أنهينا الجزء الأول من هذه المحاضرة، ألا وهي التعريف بمقاصد الشريعة، وأرجو أن أكون قد قدمت حوصلة سريعة لمسألة المقاصد في الشرع ومقاصد الأحكام ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية. الآن أتحدث عن الجزء الثاني في هذه المحاضرة، ألا وهو حاجتنا إلى مقاصد الشريعة ومدى الإلحاح الضرورة الملحة، ليست بمعنى الضرورة الأصولية وإنما الحاجة الأصولية، الحاجة الملحة لتتبع هذه المقاصد. إن المقاصد هي روح العمل، كما قال بذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، المقاصد أرواح الأعمال. يعني عندما نأتي إلى العمل بمقصده فإننا نأتي إلى روحه ونتعامل معها. فإذا عاش الناس بلا مقاصد فإنهم يعملون أعمالا بلا أرواح قطعا. والفقيه، الفقيه الذي يمارس الفقه ويتعامل مع أحكام الشريعة بلا مقاصد فإنه يتعامل بعدم روحانية، وهذا ليس من الفقه في شيء، عندما لا يرى للأحكام أرواحا يجب التعامل معها. المتدين كذلك اللي هو المكلف الذي يدين الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، إذا لم يعمل بلا مقصد، إذا عمل بلا مقصد وإذا تتبع الأمور أو بمقصد سيء، فهنا يعني إنه يزاول عملا إما بلا روح إذا كان بلا مقصد، أو بروح فاسدة إذا كان بمقصد سيء والعياذ بالله. إذن نبدأ بالحاجة الأولى، وهي حاجة الفقيه والمتفقه لمعرفة مقاصد الشريعة. معرفة المقاصد، يعني الفقيه في أصله اللغوي من فقها أي فهم. فإذن إذا كان الفقه في أصله اللغوي بمعناه الحقيقي الفهم، والفهم هو لب المقاصد، يعني الإنسان الذي لا يفهم عن الشريعة لا يدرك معنى مقاصدها. يقول العلامة الكبير ولي الله الدهلوي رحمه الله: وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى وأعلاها منزلة وأعظمها مقدارا هو علم أسرار الدين، الباحث عن حجج الأحكام وأسرار خواص الأعمال ونكاتها، إذ به يصير الإنسان على بصيرة
عما جاء به الشرع. هذا كلام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة رحمه الله تعالى. يرى أن أعظم العلوم الشرعية هو البحث عن أسرار الشريعة ومقاصدها. ولذلك نرى أنه حينما تجرد الفقه عن المقاصد وعن مراعاتها وعن بيانها وعن يعني توجيه المكلفين إليها وابتعد عن ذلك ابتعد عن توجيه المكلفين فهما وطلبا، بدأ الفقه مجرد قوانين فقط يعني تتسم بالظاهرية والجفاف والبرودة، يعني فأصاب الناس الشلل العلمي والعملي، والله المستعان. الشيخ محمد طاهر بن عاشور شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إهمال النظر في مقاصد الشريعة يعني يراه واحدا من الأسباب الرئيسية في تخلف الفقه وجموده في كتابه أليس الصبح بقريب. فتخلف الفقه وجموده أحد الأسباب الرئيسية فيه هو ابتعاد المكلفين وابتعاد الفقهاء من قبلهم عن المقاصد الشرعية. أما عن حاجة المتدين في دينه أو المتعبد في عبادته إلى مقاصد الشريعة، فإنه إذا كان فاقدا للمقاصد فهو عرضة للسآمة والتضجر من أفعاله التعبدية. كذلك قد يتلكى إذا لم يعرف المقصد بذلك، وقد ينقطع عنها والعياذ بالله ويترك أوامر الله سبحانه وتعالى، ويقع في الحيرة والاضطراب إثر ذلك في تعبده وفي سلوكه، وهذا في حالة الجهل. أما في حالة كذلك في حالة الجهل قد يؤدي به إلى هذا الاتجاه الأيمن، قد يؤدي به إلى الاتجاه الأيسر كذلك، بحيث إنه يتبع مقاصد غير المقاصد التي نوه الشارع إليها، ويتبع بذلك ويأتي بذلك بالأعمال على غير وجهها المراد بها شرعا. على العكس من ذلك، عندما نرى متتبع مقاصد الشريعة فالعارف بها، فإنه يعني يتجه إلى العمل بأسلوب النشط، وهذا يدعوه إلى الصبر والمواظبة وإتقان العمل وحسنه. نرجع مرة أخرى إلى الزكاة للحديث عنها من ناحية مقاصدية. يعني الذي تجب عليه الزكاة ولم يعرف مقاصدها، ولم يدرك أسرار الشريعة وأحكامها، ولا يرى فائدة في جنيها، يعني يكون التهرب منه أقرب إلى إتيان بها، إلا أن يكون عنده وازع ديني وإيمان قوي يحجزه عن التهاون والتكاسل في ذلك. ولذلك نرى مثلا الإحصائيات تقول إن 10% فقط من الزكوات الواجب تحصيلها على المسلمين هي ما يؤدى وما يخرج، 90% من الزكوات الواجب تحصيلها لا تخرج من جيوب الواجب عليهم دفعها، ولا تصل طبعا بالتالي إلى مستحقها. ولو علم مثلا في مقاصد الشريعة، ولو علم حتى بلغة، لنقول بلغة مصلحية، هذا المؤدي للزكاة، لو علم مثلا أنه إنما يؤدي زكاته إلى الناس الفقراء والمساكين والمعوزين الذين هم يمثلون كما يقول في لغة الاقتصاد الذين عندهم الميل حد الاستهلاك عالي جدا، هذه الفئة عندما يكون الميل حد الاستهلاك عالي جدا، يعني على حساب الميل حد الادخار، الميل حد الادخار عندهم يعني ضعيف، لأنه لا يدخرون شيء، بمجرد أن تأتيهم الزكوات على طول لديهم أبواب يصرفونها وينفقونها فيها،
لأن الميل الحدي للاستهلاك عندهم عالي جدا. طيب إذا كان الميل الحدي للاستهلاك عندهم عالي جدا، أين سيذهبون؟ أين سيذهب هذه الأموال؟ سيرجعون إليك أنت أيها التاجر لتتحرك تجارتك وتنشط من جديد. فأنت تعطي لتأخذ فعلا، يعني لتأخذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. آسف حصل انقطاع في النت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الجديد. نرجع إلى تحدثنا في قضية الزكاة، وقلنا إنه لو وضحت مقاصد الشريعة للناس حتى من ناحية مصلحية دنيوية، فما بالك بالمقاصد الأخروية التي جاء فيها بالقرآن. مثلا القرآن مثلا تحدث عن قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. لاحظوا هنا
أن المزكي عندما يزكي يستفيد بزكاته أكثر من الآخذ للزكاة، لأنه يستحق بهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، مما يجلب له السكينة والأمان والطمأنينة والرحمة. يعني فهذه الأمور كلها لو لما الإنسان يعني يدركها في مقاصد الشريعة بالتأكيد ترتاح نفسه لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة نجد أمثلة عديدة تنبه المكلفين إلى الاقتداء بالمقاصد الشريعة وتتبعها وحظهم على اتباع هذه المقاصد ابتغاء الإدراك أو الفهم الحقيقي للشريعة. نجد تنبيه مثلا في القرآن، قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الإمام بن عاشور محمد طاهر بن عاشور شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره الماتع تفسير التحرير والتنوير يقول في تفسير هذه الآية: وجملة إنه ليس له سلطان تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة القرآن وبيان لصفة الاستعاذة. فأما كونها تعليلا، الشيخ طاهر بن عاشور يقول، فلزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ، ولأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين، والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله، لأن اللجأ إليه توكل عليه، وفي الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالما بالحكمة. فعلا إذا علم الإنسان أنه بهذه الأمور، فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أنها تعصمك من عندما تكون من المؤمنين المتوكلين تستعيذ، فإنها تعصمك من الشيطان، فيدعوك هذا إلى اللجوء إلى الاستعاذة لتعتصم، ليس فقط لغرض الأجر واتباع الأمر الإلهي، وإنما كذلك لأجل المنفعة الخاصة بك، بحيث إنك تعتصم وتلجأ إلى الله من هذا الشيطان. في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واقع عملي معروف، ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأنصار بعد غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفس النبي تطيب بأن يعطي الدنيا، يعني أعطى أبا سفيان واديا من الشاي والبعير، يعني لا، قال لا تطيب بهذا إلا نفس، لا تطيب بهذا إلا نفس نبي. فأعطى صفوان بن أمية، أعطى أبو سفيان، أعطى ابنه معاوية وابنه يزيد، أعطى كفار قريش كانوا الذين يقاتلونه ثم أسلموا، وأعطاهم يستألفهم، أعطى حكيم بن حزام، فصار يعطي ويوزع عليهم بالمئات، وأجزل لهم العطاء، وكانوا حديثي عهد بإسلام ويؤلف قلوبهم بذلك بهذه الأمور. الأنصار طبعا وجدوا في أنفسهم ما وجدوا، قالوا يعطي، غفر الله لرسول الله، يعطي أناسا يعني سيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم، يعني الآن صح هم أسلموا وصاروا مسلمين، بس لكن سيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم ودماء أبائهم، فوجدوا في أنفسهم بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى سعد بن عبادة زعيم الأنصار المعروف. سعد بن عبادة رضي الله عنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم عندما استدعاه
قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيئا، يعني لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا من أموال هذه من هذه الأمور، وإنما قسمها بين أحياء العرب، وكانت يعني وكانت غنائم حنين كانت كثيرة وكبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني ما تقول أنت؟ يعني ما رأيك فيما قاله قومك الأنصار؟ فقال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أقول ما قالتهم في النهاية، وجد في نفسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بجمع الأنصار، فقال لا يدخل أحد إلا الأنصار. فقالوا هذا ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم. فخطب فيهم خطبة يعني كانت مثالا في الخطب العاطفية في واستجلاب المقاصد الشرعية الحقيقية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، العالة هم الفقراء، وأعداء فألف الله بين قلوبكم، معروف ما كان بين الأوس والخزرج من القتال. قالوا بلى لله والله ورسوله أمن وأفضل، ولله ورسوله المنة. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المنة والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فهذه القصة التي تذوب عاطفة يعني فيها من المدارك المقاصدية ما فيها، أولا أن الأنصار لم يدركوا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا، فلذلك وجدوا في أنفسهم، وعندما وجدوا في أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم وقال يعني لا، كان حريصا عليهم وكان حريصا على إيمانهم لئلا يعني يشوبه شيء من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبههم إلى يعني كنتم ضلالا فهداكم الله بي كذا إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ثم بعد ذلك نبههم إلى مقامه منهم. فلما علموا أن هذه الأمور إنما هي لعاعة من الدنيا يعني أتألف بها الناس وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الفريقين أوفى حظا وأي الفريقين من فاز منهما؟ يعني فعلا بعد هذا رضينا برسول الله قسما وحظا فعلا. فهم في الأساس كانوا غير مدركين للمقصد، لكن بعد أن نبههم إلى هذا المقصد يعني استبشرت نفوسهم واطمأنوا. فعندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني وكانت مكة قد فتحت في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيرجع معهم فيعيش معهم إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى ويكون جسده يوارى ترابهم.
فعندما أدرك الصحابة من الأنصار هذا المعنى رضوا برسول الله قسما وحظا، فهذا المعنى الحقيقي لإدراك المقاصد، مقاصد الشارع كما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقيت، لا أدري هل الوقت يدركنا أو لا، لكن نزيد نقطة ثانية أو أخيرة، يعني قصة مسألة حاجة الدعاء كذلك إلى معرفة مقاصد ما يدعون إليه. بيّن القرآن في قول الله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا قرأتها برواية قالون عن نافع: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أول ما يجب ومن أوجب الواجبات على الداعي أن يكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وغير متبع المقاصد والذي لا يدرك المقاصد لا يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، لأنه لا يعرف مقاصد ومرامي ما يدعو إليه. قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظوا هنا أنه قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن، والموعظة تكون حسنة، والحكمة لم يضفها إلى الحسن لأن حسنها فيها. الموعظة قد تكون حسنة وقد تكون غير حسنة، ولذلك قال والموعظة الحسنة، والجدال قد يكون حسن وقد يكون غير حسن، ولذلك قال جادلهم بالتي هي أحسن. لكن الحكمة حسنها فيها، فلا تكون الحكمة حكمة إلا إذا كانت حسنة، أما إذا فقد حسنها فقد فقدت صفة الحكمة فيها. ابن القيم الجوزية رحمه الله يعرف الحكمة بأنها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وهذا هو إدراك المقصد الحقيقي للشريعة اللي هي الحكمة. فطبعا وإن كان الأصوليون يروا أن الحكمة هي علة العلة، عندنا العلة هي الوصف الظاهر المنضبط في القياس، والحكمة هي علة هذه العلة اللي هي الوصف الظاهر المنضبط. ولذلك فعدم معرفة الحكمة من الداعية إلى الله يجعل دعوته في خطر كبير، ويجعله لا يتحرى الوسائل الصحيحة، لا يتطور مع الوسائل، لا يجعله لا يدرك المقاصد، لا يدرك ما يقوله في المكان الذي يقوله. وعندنا أمثلة كثيرة جدا لدعاء أو دعوات قد جانبت الحكمة في أماكن لا ينبغي أن يقال فيها مثل هذا الكلام. يعني أذكر أنه من سنوات قامت مقتلة كبيرة في إحدى القرى في أفريقيا ذوي البشرة السمراء التي أصلا وجوههم لا تنبت فيها اللحى، على مسألة حكم إعفاء اللحية. يعني هم أصلا وجوههم يعني لا تنبت اللحى، فلأنه جاءهم داعية وأراد أن يعني يدعوهم إلى إعفاء اللحى، يعني فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي ومع الناس الذي ينبغي أن يخاطبهم. فالداعية مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في تحري مقاصد الشريعة حتى في دعوته فيما يدعو به وما يدعو إليه. هذا هو حديثنا لهذا اليوم في التعريف بمقاصد الشريعة والتعريف بحاجة الناس إليها. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الشريعة بين التعبد والتعليم، ونتحدث عن التعبد وعن التعليم، ونأتي بأمثلة لهذه المعاني، ونأتي بذكر أمثلة لتعليل العبادات وتعليل المعاملات والمصالح والمفاسد،
يعني تتبع المصالح ودرء المفاسد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الدكتور خير الجزاء على ما قدم، يجعل ما قدمه حجة له يوم القيامة. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير. بارك الله فيكم، شاكر جدا ومقدر لكم هذه الكريم الاستضافة. جزاك الله خير. بإذن الله اللقاء القادم راح يكون يوم الثلاثاء مع الدكتور بإذن الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.